السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي حبايبي مرحبا بكم مرة أخرى مع فيصل المدن في قناة فيصل المدني. خوتي حبايبي كيف ما العادة قبل ما نبدأ أي موضوع ديما كنرحبوا بالناس الجدد، وكذلك نشكروا الناس اللي مشاركة معنا بالقناة كتعاونوا بالبارطاج وكتعاونوا باللايك ديالها إلى عجب الموضوع بطبيعة الحال. خوتي خواتاتي إذا كنتوا كتشوفوني أول مرة في هذا الفيديو، ما عليكم إلا أنكم تشاركوا معنا في القناة، تفعلوا الجرس باش يوصل الجديد، وتعطيونا لايك إلى عجبكم الموضوع بطبيعة الحال، وذلك فضلا وليس أمرا. خوتي أخواتي، الموضوع ديال اليوم أخوت ألا وهو جيت نتقاسم معكم واحد التجربة اللي وقعت لي اليوم إن شاء الله بحول الله، ألا وهو طلب الجنسية الإسبانية. درت واحد الطلب من أجل أخذ الجنسية الإسبانية. خوتي خواتاتي، انا مدوز هنا بدير اسبانيا مده طويله، ولكن ديما كان عندي واحد التخوف واحد العجز على انني باش نمشي وندوز ولا ندفع طلب الجنسيه على قبل دوك الامتحانات اللي هما خرجوا جداد. ولكن اليوم قررت ان شاء الله بحول الله نحيدو داك العجز ان شاء الله بحول الله، ونمشيو ندفعوا الطلب ديالنا ونستفسروا ما هي الوثائق المطلوبه وشنو هما الامتحان اللي كيدوزو باش اننا ناخذوا الجنسيه الاسبانيه. وكنا كنعرفوا انسان فاش ياخذ الجنسيه كيتفتح له بيبان، هادشي معروف. خوتي وخواتاتي، اليوم الصباح مشيت عند واحد لابوغادو يعني هنا في مدريد بغرامبيا، واستقبلني وجلس معاه وجها لوجه وتناقشنا عده امور. والغريب في الامر على ان يعني المكتب ديالو تيشتغل فيه يعني هناك ابو غادوس يتكلمون باللغه العربيه والدارجه، يعني هناك جزائريه سميتها خيره تبارك الله عليها من هذا المبرك نحييها، وكذلك واحد وحده كتكلم بالروسيه، واخرى كتكلم بالرومانيه، واخرى باللغه اللاتينيه، واخر يتكلم باللغه البرازيليه يعني البرتغاليه. يعني كاع الناس اللي جات عند المكتب ما تلقاوش مشكل بجانب اللغه، يعني ما كنتيش تتكلم اللغه الاسبانيه يمكن لك تجلس مع اي واحد اللي انت كتهضر باللغه اللي كتهضر بها كتجلس معاه وكيشرح لك، يعني ما كاينش مشكل في داك الديسباتشو تبارك الله عليكم. طبيعة الحال فوالا قال لي من بين الشروط، اول الشروط اللي خصني نسول عليها خصها تكون عندك هي ان ني والباسابورتي المده الصلاحيه ديالهم ما تكونش منتهيه. طبيعة الحال جبت له ني ديالي والباسابورتي، شافو المدة الصلاحية غير منتهية، هذه من بين الشروط. كذلك الخوت قال لي هناك شرط آخر، قبل ما نتكلموا على الوثائق عليك اجتياز امتحانين، هناك امتحان كتابي وامتحان شفوي. أنا قلت له فهمني وكيفاش وما هي الأتعاب. قال لي فوالا الامتحان الكتابي هو سي سي اي سي اي دي اسبانيا، هو هذا كيف ما كتشوفوا معايا الخوت. ما يمكنليش نوريكم الورقه كامله لقاش فيها المعلومات الخاصه ديالي، فهمنا. وهذا الامتحان الكتابي هو ريزيغواردو دي انسكريبسيون اي لا بروفا دي كونوسيمينتوس كونستيتيوناليس اي سوسيو كولتوراليس دي اسبانيا، هو سي سي اس سي اي دي اسبانيا. وهذا الامتحان الكتابي خاصك تخلص عليه 85 اورو، 85 اورو فهمنا. وهذا الامتحان الكتابي انا راه خديت سيتا عندي نهار 30 شهر 7 الامتحان ديالو على الساعه 5:30 مساء. والامتحان الكتابي كيف ما فهمني هو تعطوك المده ديال 45 دقيقه وتعطوك فيه 25 سؤال وخاصك تجيب فيه 15 سؤال صحيح الخوت. كذلك في هذا السياق وفي هذا النطاق عطاني واحد الكتاب هو هذا، فيه سياسة إسبانيا، تاريخ إسبانيا، ثقافة إسبانيا، والبلاد ومساحة البلاد شنو فيها، وعدة أجوبة بنعم أم لا، يعني كلشي موثق هنا باش أنني نراجع 300 سؤال بالأجوبة ديالهم. كذلك عطاني واحد الموقع إلكتروني يمكن لي ندخل فيه ويمكن لي نراجع الإمتحان الكتابي وباش أنني نستافد لاخاطش الإمتحان مبقى لوالو، فهمنا الخوت. هذا من جهة. نبقاو في الامتحان الكتابي كما قلنا، الى انا دوزت الامتحان الكتابي وما نجحتش فيه
عندي فرصه اخرى على انني ندوزو فرصه وحده ولكن بلا ما نخلص والو. هذا بين الامتيازات كما قلنا 85 بالاور. دابا نمشيو مع الامتحان الشفوي. الامتحان الشفوي هو هذا، هو ديلي ادوس ان اسبانيا. ديلي ادوس ان اسبانيا، تشوفوا هل تتكلم باللغه الاسبانيه بامتياز ام لا. وهذا الامتحان راه ملي كتدخل في 8 الصباح يعني ما كتخرجش حتى العشيه، يعني كما فسر لي هو والمغربيه الجزائريه تبارك الله عليها من المره الخيره، قالت لي فوالا عندك واحد جوج امتحانات في الصباح وجوج امتحانات في العشيه. فهمنا؟ هذا سميتو ريزيكواردو دانسكريبسيون ان ليكزامين بارا لا اوبتنسيون ديال ديبلوما دي اسبانيون ديلي ادوس ان اسبانيون ديلي 2020. وهذا الامتحان الخوت ديلي ادوس ان اسبانيا كتخلصوا عليه 130 الاورو، 130 الاورو باش نكونوا واضحين. فهمنا؟ ملي كندوز عليه 130 الاورو، هذا الامتحان عندي نهار 31 في الشهر، يعني نهار 30 عندي الكتابي و 31 عندي الشفوي، وندوز الصباح كامل كيف ما كتسمعوا. ولكن الا انا مشيت فايت وما نجحتش في هذا الامتحان، ما تعطوك حتى فرصه اخرى. الا بغيتي تعاود دوز هذا الامتحان، الا بغيتي تعاود دوز هذا الامتحان، خاصك تخلص 130 الاورو مره اخرى. كذلك القضيه ديال الامتحانات الكتابي والشفوي ما كتاخذهمش في نهار واحد، ديما تصبغ الكتابي او الشفوي. القضيه ديال الكتابي، النتيجه ديال الكتابي الا دوزتي الكتابي كيجاوبوك على مده 15 او 20 يوم باش ناجح ولا ساقط. بالنسبه نتيجه الامتحان الشفوي تجاوبوك على مده شهرين حتى ثلاثه اشهر، يعني كاين واحد المده طويله باش انهم يردوا عليك، وديك الساعه الا نجحتي ان شاء الله بحول الله عادي يمكن لك انك تجمع في الورقات ديالك، يعني هذه من بين الشروط. تفهمنا الخوت؟ يعني كلشي ممكن، يعني كما كدوزوا الجنسيه راه كتفتحوا لكم بيبان، ما عرفنا وقت شنو جايبه، يعني هذه التجربه اللي وقعت لي اليوم. كذلك الخوت ملي كتناقش معاه قلت له ما هي الوثائق المطلوبه، فسر لي واستغربت في واحد الامر لحقاش هو شرح لي داكشي اون ديتاي وانا تنسول بزاف. كذلك قال لي فوالا الا انت عندك، اسمع اسمع شنو قال، الا انت عندك وليدات في المغرب وانت هنايا في اسبانيا ومازال ما درتيش الكوباسيون فاميلي، مازال ما جبتيش وليداتك، الا كانوا وليدات قبل 18 قبل 20 عام وبغيتي دوز، يعني دوز الامتحان ونجحتي فيه وبغيتي تجيب الوثائق، يمكن لك حتى هما تدفع لهم باش ياخذوا الجنسيه اسبانيا. علاش؟ نهار يجيو التجمع العائلي فاش تدفع لهم الوريقات تخرجوا من الجنسيه اسبانيا ديريكتوم. يعني هذا ما كانش خباري، الحمد لله هذا خبر مفرح. يعني شنو كيطلبوا لك؟ كيطلبوا كي نسخه من سجل الولاده وعقد الزياد ديالو، يعني مترجم ايغاليزي وكتجيبو ليهم. فاش كتبغي دوز الامتحانات كتدفع مع الوريقات ديالك، كتدفع مع حسن السيره ديال المحكمه او ديال البوليس جائزه واحده فيهم، كذلك نسخه من سجل الولاده ديالك تفهمنا، وديني الني ديالك والباسابور ديالك وشهاده السكنه كما تنقولوا، يعني بابيليو بازيكو صافي هادشي اللي كاين. وكتدفع معاهم ديك نسخه جيج الولاده ديال وليدك الا كان عندك في المغرب وكتدفع لهم. علاش؟ فاش كتبغي كتخرج للجنسيه وكتبغي تجيب وليداتك، يعني كتدفع لهم الكوباسيون فاميليا التجمع العائلي، فاش كيجيو كتدفع لهم الوريقات تدخل للجنسيه نيشان، خاصك ديكلاري بهم قبل. هادشي اللي شرح لي هو. كذلك اخوتي الا ما تزادوش عندك الوليدات هنا، تزادوا في المغرب وجبتي التجمع العائلي وانت باغي دوز الجنسيه، يعني فاش تبغي دوز الجنسيه كذلك هنا الا ما تزادوش هنا في اسبانيا كتجبد لهم نسخه من سجل الولاده وعقد الزياد مترجم وكتدفع لهم. فاش كتاخذ الجنسيه كتدفع لهم مباشره تياخذوا معاك الجنسيه، يعني هادشي جالي به العمل. يعني هذا هو الخبر اللي بغيت نتقاسم معكم فيه، يعني وهذا الخبر مفرح مفرح بزاف بزاف، راه كنعرفوا اغلبيه الوالدين كتلقاهم هنا وتفكروا يجيبوا ولاداتهم وتفكروا انهم يدوزوا الجنسيه ان شاء الله بحول الله. هذه فرصه مهمه استغلوها وتقاسموها مع جميع الجاليات العربيه باش يعرفوها كاملين، يعني هادشي ما كانش خبر ما كنبوش الله. هذه يعني نقطة مهمة وجد مهمة. كما قلنا الخوت ان شاء الله بحول الله غادي نبدا معكم هاد الحوار ديال الجنسية، لحقاش ما عمرني شتي واحد، يعني كاين الناس يوتيوبر تبارك الله عليهم ناقشوا موضوع الجنسية ولكن تفسير الجنسية، ولكن ما شي واحد ما تقاسم معنا حتى شي واحد التجربة ديالو من البداية حتى النهاية. انا نتقاسم معكم التجربة ديالي من البداية ان شاء الله، راني دفعت
حتى النهايه ان شاء الله بحول الله. يعني كل شيء ممكن. انا ان شاء الله بحول الله ندوز امتحانات، نهار امتحانات نهار 31 غادي نتقاسم معكم فيديو اخر نقول لكم فوالا النتائج شنو كاين شنو كاين. كذلك من بعد فاش يجاوبوا علينا نقول لكم شنو كاين، كذلك فاش نبغيو نجمعوا الورقات وندفعوا شنو كاين. بالنسبه لواحد القضيه في السد ديال المحامي اكزاكتومون قال لي باش صافي جميع العرب راه ما كاينش شي واحد كتخرج له الجنسيه قبل عام، العرب ديما عام فما فوق باش عرفوا شنو كاين عام. يعني الاجراءات ديالنا حنايا صعيبه تفهمنا، ماشي بحال لاتينوس. لاتينوس تقدر يدفع جنسيه ياخذها على شهرين ولا 3 شهور ولا 4 شهور، حنا العرب بنا العكس باش عرفوا شنو كاين وصافي. هذا من باب التوضيح الخوت. فلهذا خوتي وحبابي جيت اليوم نتقاسم معكم التجربه. شكرا جزيلا على المتابعه. الناس اللي كيبغيوني والناس اللي ما كيبغيونيش كذلك، راه كنعرفوا اي واحد تلقى عنده الناس اللي كيبغيو والناس اللي ما كيبغيوش، ولكن شكرا جزيلا على المتابعه. كيف ما العاده الخوت شاركوا معنا في القناه، فعلوا الجرس باش يوصل الجديد، وعطيونا لايك الى عجبكم الموضوع. بطبيعه الحال دائما دائما ودوما معكم صوت وصوره حقيقه في دقيقه مع المدن فيصل. احبكم في الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام عليكم.